رجعنا لكم أنا وفادي لحتى نحكي عن بعض الأفلام اللي موجودة حالياً بصالات السينما. فادي بونجور. بونجور مرة ثانية. اشتقت لك كتير. من 10 دقايق لهلأ. أقل. فادي اليوم رح نحكي عن ثلاث أفلام. صحيح. الأفلام موجودين حالياً بصالات السينما. رح نبلش بأول فيلم. فيلم ما بعرف قديش رح يكون عنده إمباكت، بس الحلو أنه عم شوف نادين لبكي مع انترناشنال ستارز. كتير حبيت الفكرة. روك دا كاسبا فيلم فرنساوي مغربي، انكتب من الكاتبة، هي فرنسية عفوا، ليلى مراكشي كتبت وأخرجت الفيلم، وأيضا في مشاركة مثل ما تفضلت وقلت لنادين لبكي اللي هي من الممثلات الرئيسيات بالفيلم. في عنا أيضا لبنى أزابال وهيام عباس والكبير عمر الشريف، نيالهم عم بيمثلوا معه فادي، بس صار كبير. ما عليه ما عليه ما عليه، ما هو مثل الامبيد اكزاكتلي. يعني هذا فينا نقول الممثل كثير راقي من اصل لبناني طبعا، ونادين لبكي ايضا اللي من اصل لبناني يلي طبعا عم توصل للعالميه فادي، وهذا شيء بيشرفنا أكيد. جدا. روك دا كاسبا موجود حاليا بصالات السينما. القصه بتدور حول ثلاث سيدات، بنته واثنين اصحاب لعمر الشريف اللي بيكون بالفيلم اسمه مولاي حسن، بيتوفى وهالشخص بيكون شخص مرتاح، شخص كبير. بيلتقوا هالثلاث سيدات من بعد ما بيتوفى بالدفن، بيتعرفوا على بعض وبيمضوا ثلاث ايام سوا. بهالثلاث ايام عم بيكون في احداث مهضومه كثير، عم بيكون في اخبار وخبريات حياتهم عم نشوفها بهالفيلم. تعرف دائما خبريات السيدات هيك اشياء بتكون ثريلينج فادي، ثريلينج وفي شويه دراما عم نحكي كمان. طبعا طبعا هو الجو كله دراما. منشوف التريلر. منفوت تريلر اكيد. Papa était un homme exceptionnel. Il s'est fait tout seul, il n'a jamais rien demandé à personne, il a toujours aidé tout le monde dans cette famille. Mais c'est ça, mais c'est ça. Oh, mamie. Tu m'as manqué, ma chérie. T'es devenue une grande star. Arrête. Ça va avec les rôles qu'elle décroche, que des terroristes. Des terroristes, mais à Hollywood. Très convaincante en terroriste d'Al-Qaïda. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Alors c'est quoi cette cicatrice? Elle s'est fait opérer les seins, c'est sa révolution à elle. J'ai pas besoin de mettre un piercing ici pour mon chien Martin. C'est un piercing, Nana, c'est la mode. On dirait une fille. Faut que tu changes un petit peu de look. Et Jason, quand est-ce qu'il arrive? On va se séparer. Chez nous, on ne divorce pas. Il est riche, il est célèbre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas, va te remplir la tête, lis, voyage. Je peux pas lire. Je suis allergique au papier. Il a fallu qu'il meure pour que t'aies le courage de revenir. Mais au moins, moi, j'ai choisi ma vie. Tu es pas devenu prof pour faire plaisir à papa. Repars à New York faire ton cinéma à la con. Ton père a laissé une belle merde derrière lui. Donc maintenant, c'est moi qui décide. Mais comment tu as pu te taire? Oh, je vous emmerde. Je vais boire une bière et vous oubliez tous. Il serait content de nous voir tout ensemble, de voir la maison pleine comme ça. Tu trouves que j'ai l'air coincé? T'as un peu l'air d'une prof quand même. Il te fait jouir au moins, hein? Quoi, il te fait jouir ou pas? Ça fait ce coup. On a le supermarché, mais je suis même de l'aïe. Aïe! Mais tu m'écrases tous les seins! عبالي احضره. في مواقف مهضومه مثل ما قلتي. ما هيك؟ في مواقف مهضومه طبعا، في قصه رومانسيه، في قصص اخرى يعني اجتماعيه عم بتكون من خلال هالفيلم. الكادر مغربي بامتياز، المنطقه رائعه، انا برايي البحر رائع، الجو هيك ريلاكسينج فادي بالفيلم لازم ينحضر طبعا كرمال الفيلم. كمان نادين لبكي ايضا 100% انا معي. ننتقل على الفيلم الثاني فادي، If I Stay. If I Stay. If I Stay it's a drum love story. شوي هيك عم نحكي عن شخص اللي هي البنت بالفيلم اللي صار معها اكسيدان وراحت من بعد الاكسيدان هي بكوما. وهالكوما عم بتشوف هي the other life بركي، هي بالكوما وهون عم نشوف هي if I stay، يعني اذا ببقى على الارض برجع او بترك، برجع او بترك. وهون في كل هالجدل حول الروحانيات يعني فادي، لما الشخص بيكون بنوع من كوما وهي مش بس لحالها بتكون تضررت بالحادث، بيكون في افراد عائلتها كمان اكيد 100% اللي تضرروا
معه بالحادث، ومثل ما قلت يعني بيكون فيها الجدل حول بالكوما شو بيكون فيه، هل الشخص بيكون واعي يلي عم بيصير معه او مش واعي يلي عم بيصير معه، وبيصير فيها الصراع بين الحياة والموت، وهون فتنا طبعا بشوية ميتافيزيك، يعني بروح على الموت بنتقل على الحياة الأخرى أو بضل، وبيصير فيها التجاذبات، فادي يعني مين بخليها تضل على الأرض أو عند مين بدها تنتقل. نشوف إذا القرار هي رجع لإلها ولا لا. كمان هي هو القرار رح يرجع لإلها بالنهاية، ومثل ما رح منشوف بالفيلم فادي، ولكن الأسباب القرار هي اللي عليها هيك مثل نقطة استفهام، لأنه بتعرف دايما كل شخص بيكون عنده أشخاص انتقلت على الحياة الأخرى وأشخاص بقيت معه، فمين اللي عم بده يروح؟ ضياع مزبوط فيها ضياع الخبرية، عرفت يعني. وهون عم منشوف بالفعل يعني أشخاص كتير عزيزين على قلبها، الممثلة هي كلوي غريس موريتس، في جيمي بليكلي، ميراي أنوس، وكتير غيرهم. صحيح يمكن مش الممثلين المعروفين، لكن الأدوار رائعة، الأدوار هيك بسيكولوجية جدا بهالفيلم اللي هو شوي هيك فيه شوي أحداث. حمسيني شوف التريلر. أحداث حزينة. يلا يلا نشوفها سوا. That's the ceiling. I figured, you know, if you look at it every night, it won't seem so scary when you get there. You, he was into you. No, he isn't, Jim. You know how when you meet someone and they just already are the person they're meant to be? That was Adam. Nobody outside Portland had ever heard of his band, but he already was somebody. Me, not so much. She shouldn't be scared to hang out with those guys. They're us. Exactly. Adam's here. Kids, be careful out there. Here it gets pretty wild at the symphony. Why do I have this feeling here? The mess of my entire life. You can't hide in that rehearsal room forever. It's too late. I see you. Isn't it amazing how life is one thing and then in an instant it becomes something else? Like here I am, Mia, the girl who thinks about the cello and Adam, and just like that. شوف عادي حبيت. بين حبيت وبين ما حبيت ما بعرف. هلا هو في هيك هو لازم أنا بحس إنه كل فيلم شو ما كان الجانر تبعه، مرات الإنسان يعني أو بحب الدراما تنعتبر أو ما بحب الدراما، بس حلو يشوف. طبعاً. حلو يشوف، وهو هون بيرجع بيقرر. عم نحكي هون قصة شوي مش عادية. وما بعرف يعني هو دائما يعني مثل ما قلنا هالجدل او هالمواضيع هيدي العميقه اللي هي دائما الحياه والموت، الخير والشر، يعني هي اشياء بتشد المشاهد فادي لحتى يشوف اذا ممكن يكتشف شيء جديد عن هالموضوع. صحيح صحيح. ولا لا يعني هي حسب طبعا دراسات، يمكن يكون في شيء جديد، يمكن يتعلم شغله جديده، يمكن يشوف شغله جديده، هيدي مزبوط لازم يشوف طبعا. فلازم انا برايي نحضره. ممثلين جاد، لازم نشوف مخرجين. المخرج هو ار جي كاتلر مع كمان الرايترز شونا كروس اند جيل فورمان، اللي هي النوفل هي اللي كاتبه، هي اللي كاتبه للقصه الرئيسيه. بعدين بدنا نشوف شو صار، ما انا مش رح اقول لك شو صار. فهمت؟ خلص ناطر. انا رح ننتقل لكن على الفيلم الثالث اللي هو بيجين اجين. كمان بيجين اجين موجود حاليا بصالات السينما. شو القصه؟ قصه معلومه كثير. القصه عم نحكي عن فينا نقول بروديوسر موسيقي مع يونغ ارتست هي كيرا نايتلي اللي بتدق وبتكتب اغاني. وهون تنشوف هي القصة بين اثنيناتهم سوا، كيف قدي في كيمستري بيناتهم، قدي بيتفقوا، قدي بيعملوا عمل سوا مع بعض. وهو عن البيجين أجين، يعني دايما كمان هون في مشاكل بيناتهم، في مشاكل بيناتهم، هو عنده مشكل، هي عندها اكزاكتلي. بنرجع من كف اذا بدك الشغل والقصة والموسيقى سوا. يعني هون في مزيج بين الرومانس وبين الموسيقى. صح. وبين اشياء شوي كمان اجتماعيه، بتكون هي بتتهمه انه هو كثير كوميرشال عم بيكون بطريقه عمله الموسيقيه، وهي بتحب تضل بغير محل. وبتعرف اوقات الانسان فادي بينجر
بترند معينة، بينجر بأجواء معينة بالمجتمع وبتساءل إذا هو عم يعمل الشيء الصحيح ولا لا. فهون هيدي هي الحالة، وخصوصي عن الفن، يعني الفن اللي بيصير شوي تجاري ببعض الأحيان. بأكتر الأحيان فينا نحن عنا أمثال كتير مهمة. هلأ الجانر هو مهضوم لأنه هو كوميدي، هو دراما، هو ميوزيكال، في ميوزيك بقلبه، هو رومانس، يعني منوع هالفيلم. مشان هيك أنا بلاقي أنه هيدا حلو ينحضر كمان، ومشان هيك منحضر التريلر لنشوف ضروري. So what are we doing here? It's not working. You gotta go. I'm taking my client list. It's not Jerry Maguire. I'm taking my art and... Oh, I got... Get away from me. Get away. I'm coming back for that. I'll tell your mom I lost my job today. You got money to pay for these? I'm a kid. I don't have any money on me. You don't have any pocket money. Well, I spent that on condoms. No. Your title rock star. Unbelievable. We don't want anything to stand in his way. Capiche? I'm just tagging along. Babe, we need to talk. So, this is a new song for anyone who's ever been alone in the city. So you find yourself at the subway. You realize it's the end of the line. I was having a nervous breakdown, and then I heard your song. Here goes. I want to make records with you. Come on, let's get out of here. You're gonna have to get these beers, though. Let's record an album. You don't even need to rent a studio. You mean record outside? Every song we do in a different location. Under the bridge. Chinatown. Rowing boats in Central Park. Whatever happens, we record it. If we get arrested? Keep rolling. Hey, you, come back here. Where are you going? Check it out, your boyfriend just wanted music gone. If I could somehow do anything that would undo what I did to us, just tell me what it is. I think everything's changed. Nice beard, you loser. A guy like that falls on his lip for a couple of years. People lose sight of who he is. This really is a bit of a long shot, isn't it? Absolutely. That's when the magic happens. Waiting for the next move, anticipating the next groove, and the road is long, and you're only... Begin again, ولا لا? Begin again, على طول. على طول. على طول لازم. You should begin again. مثل ما شفنا طبعا بطولة كيرا نايتلي، آدم ملافن، مارك رافلو، يعني هني وجودهم مع بعض هالكومبينيشن بتحس بالرومانس. اكزاكتلي رومانس وكوميدي، هيك لايت كوميدي. عم نحكي حبه لكيرا نايتلي، ما بعرف هي مضومة. سألتني عنك بس قال لي أمين إنه في حدا تاني سأل عني، هلأ بدي أشوف، هلأ ما أشوف، بدي أستنبش منه. صح. لكن هالأفلام الثلاثة اللي حكينا عنه اليوم، روك كاسبا، إف أي ستاي، وبيجن أجين، فينا نشوفهم حاليا. وبتحس إنه هلأ هيدا موسم السينما، يعني خلص الصيف، عم بتبلش الشتوية، كلنا كل العالم عم ترجع من الجبل عبيوتا، من البحر عبيوتا، لحتى يرجعوا يبلشوا هالسيزن الجديد. فأنا بلشت أنزل على السينما وهيك الجو كان لذيذ. حضرت لوسي؟ لا بعد ما كنت هون. حلو كتير. You have to. أوكي. منروح لعند أمين أحسن ما نطرو كتير. أكيد. بونجور أمين. هاي أمين. بونجور. يعطيك ألف ألف عافية من نهار الأحد أمين. كيف كان هاني بالرئيس؟ ولا كلهم سألوا عنك، مدى الحدا ما سأل عنك، كلهم بوجه لك تحيات أكيد لإلك وللصبايا، وأنا بوجه لهم تحيات أكثر. وبدي أقول له الحمد لله على السلامة الأفادية. هذا النهار ذكرناه أنا وزميلي مارك بيروتي، كان عنده حلقة بأكو بتحكي عن العقرب. حلو. عقرب أو عقربة؟ لا لا العقرب، بما أنه فادي عقرب بملاعب بكرة القدم. هي عنده قصة. في قصة، لكن لقبه العقرب لفادي. صحيح، عقرب الملاعب. حد العقرب ما تقرب، ما هيك بيقول المثل؟ مزبوط. يعني ليك أنا شو قوية حد الأفادي. لا عم نحكي بالملعب، عم نلعب فوتبول. شو نهار بكي يرانيا والصبايا بيجوا بيعملوا معنا ماتش فوتبول كمان هيك نهار الأحد الصباح. إن شاء الله إن شاء الله. بتكون جمعة حلوة. لكن الحمد لله على السلامة، وهلأ بنكمل معنا. أمين عندك ورك أوت. صحيح. أنا بس بدي أرسل تحياتك لكل الأشخاص اللي سألت عني وعن كل فريق MTV Alive بشكل عام. نحن ناطرينك، تفضل. يلا جريت.